صباح الخير، يا صباح الورد، يا صباح الانوار. والله شلونكم؟ طيبين؟ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. طبعا تاخرت على تعرف اجاهد والبس والبس نخلصهم بعدين اطلع انا البس. صباح خير. صباح الخير. كلكم نايم لا نصحيكم، يلا نصحيكم، صحينا الى ما حد يقوم. طلعنا جلسنا، المفروض ان رايحين نفطر من غيرنا مرتين نحتريكم. نعم والله بغينا نروح نفطر، ناخذ صرفتكم نروح نفطر ونخليه. اي الحين هي سوي نفسك انك بارع انت وياه. ابوي انا ايش البس هذه؟ ابوي هذه تصلع مع هذه؟ ابوي ايش الشز حقي ما لقيته؟ هذا اللي احنا ندور ابوي مدري وش، واخرتها بعد تهرجون علي. يلا قدامي على المطعم. يلا صح خالي بس بابا يا زين فخر قاعد يرسل لسعيد. سعيد بكلم بابا. كيف يا بحر حشر؟ كيف يا رجل فخر؟ بالله ايه قوم هذا راقد. انت شوف حل اخوك. شوف اخوي، انا مع اخوي. دقيقه وين اخوك الثاني؟ ليش ما جاء اخوي؟ راح يطلب فطور. صدق مصدق عاش مصرف الحاضرين كلنا مصدقين. وريك والله كل واحد يتاخر على شيء. لا تدرون من اللي شفع لكم اليوم؟ إيه؟ يا حبيبي يا بابا فخر. شفعنا ولا ما شفعنا؟ انتم اللي رجعتوا ما دخل. ترى التاخير عادي 10 دقائق. 10 دقائق وايش الرجال؟ لان الساعه ايش اللي 10 دقائق؟ الجوع ذبحنا. حشر يطلب لك الفطور. من هو؟ يطلب لك الفطور. مصدق الرجال نايم في غرفته؟ لا ما بنايم. وجوع ذبحنا احنا، لا متى بنحتري؟ الحين احنا ما نفضي الا الرجال. يا شينا الرجال مشكله. تنتظر خالك صح؟ 10 دقائق. يا ولد هذا علام مدى اني جوعانين حتى هاي ما تري يحولني لليوم. بطني هرج حتى من كثر الجوع. يقول حسر بسرعه بنفطر. بطني يحولني. اصبر يا عيال عشان يعني التأخير اللي صاير قلت بنعالج الموضوع. يعني ما عاد أقدر أسلك النايف أكثر من كده، قلت نغير الموقع وندخل في الخيام ذي نفطر فيها. من اليوم الرجال باقي. من هنا من هنا من هنا حشر تفضل. حياكم الله حياكم الله حياكم الله. والله اللي قافلة صدق، والله اللي قافلة. الرجال شكله ماكل الحبوب، هذا تنويم مدري شو اسمه. لا لا ماكل حبوب ولا شيء، تفضل. حتى أنت ملاحظ إني أنا ملاحظة حتى في الطرس. معليش. إي إي والله نقصر. تكتبون على سعيد انت بالمطعم. يلا 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 شوفوا المكان كيف، شوفوا الخيمة. الظاهر يا ابوي نبي نرقد في الخيمة ذا. خيمة ايش؟ الخيمة ذا الظاهر نبي نرقد فيها. خايم لحظة 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 دورينا. الخيمة ذا وش؟ الخيمة مؤنث، كيف حطيتها مذكر؟ ها؟ لحظة وش جمع خيمة؟ خيمات ذا. خيمات ذا وش دخلت ذا؟ دقيقة وش دخلت؟ يمكن عنده يمكن عنده معلومات، يمكن دخلني الذا، يمكن عنده معلومات. درس لغتي ما اعرف يدرس. خلاص عاد هذا 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 نصيبه، ما هو يدرس. المشكله فيها موت موت فلورينا جسدي. فلورينا لا تغلط لا تغلط ها لا تغلط لا تغلط. شوف لك اي حاجه غير فلورينا. العائله كلها فلورينا. دبابه اربع جاء الحمد لله. يا حافظ يا عقيلة يا حافظ يا عقيلة. وين خالك؟ صحيت وجبت. صباح النور. هلا يا ابو سعود، والله انك تاخرت علينا اليوم بس تفضل تفضل استريح. هذا قال الله يطلب الفطور ساعه كامله. وش الفطور؟ لا نفطرين مفطح على غلط. خلاص يا حشر ترى كبير ترى خالك يا حشر ترى خالك. استريح استريح يا شيخ. صباح الزفت. بالوم منك انت راد طول الوقت. ايش عندك بالوم؟ ليه والله؟ معليش يا ابو سعود معليش في وجهي والله والله عاد مو زعلانين. تدري كم تدري كم طاوله كم طاوله كم طاوله قمنا عن هذا؟ غيرنا جلسنا في الوقت. لا نغير بعد طول الفطور. سبحان الله انا رايح مقوم. الله يعطيك العافية ويكثر خيرك ويرحم والدينك يا ولد يا حبيبي. أنت الله يرضى عليك. ألف شكر. ما بغينا نردك، الرد جفا.
البارح يا اقل واجب نقدر نعمل معاكم. الله يسعد الوجه يا والله حبيب. اقل واجب نقدر نعمل معاكم يا حبيبي. انتم من الناس الطيبين واحنا نستاهل ان انتم جيتونا. يعني مش عارف والله بيض وجهك يا والله. دقيقه ما انت ملاحظ ان خالي نايم من اليوم ما صحى من اليوم الجلسه هذا غيرنا الجلسه. انا وريت الرجال الفطور الرجال عاد من امنمس على الفطور يا الحبيب. يعني حاول انك اذا بغيت تكذب تجيب كذبه صح. الكلمة صعبة.